هلا اول شيء بتعرف عن نفسك وعمرك وعملك، وش كنت تشتغل في سوريا؟ اعتقلت بشهر 12 2012 في قاعدة حميمي من العسكرية، كانت مطار مدني. كنت مسافر من اللاذقية إلى حلب عن طريق المطار، وتم اعتقالي من هناك بهي التهم المظاهرات. هددني فيها، هو خوفني فيها قبل ما أتعرض لها. كنا نشارك في المظاهرات، إن كان مظاهرات اللاذقية اللي طالعت بالصليبة والشيخ ظاهر، إن كان مظاهرات حلب كنا نشارك فيها. سلمية طبعا طبعا، ما كان في مظاهر تسلح بأثناء أبدا. هددني فيها، هو خوفني فيها قبل ما أتعرض لها. اعتقلت بالمخابرات الجوية باللاذقية لمدة 9 أيام، تم تحويلي للمخابرات الجوية في حمص بسبب أنا اللي طلبتني هي المخابرات الجوية في حلب، ما قدروا يوصلوني لحلب، بعتوني على المخابرات الجوية بحمص. كمان 8 أيام قعدت فيها، بعدين تم تحويلي على الإدارة اللي هي إدارة المخابرات الجوية في المزة في دمشق. اعتقلت هناك 3 أشهر و14 يوم بالضبط، 3 أشهر ونص. تم تحويلي إلى القضاء العسكري بالمزة. القاضي العسكري حطني إيداع لصالح محكمة الإرهاب، حطني في صيد نايا، نقلني على صيد نايا بتاريخ 11/5/2013. خذوني على الشرطة العسكرية ليلتين، وب 13/5/2013 تم نقلي إلى صيد نايا. كنت مسافر من اللاذقية إلى حلب. كل مكان الأساليب مختلفة طبعاً، كل مكان له خاصية. مثلا عندي أسناني تكسروا بالمخابرات الجوية بحمص، ما كسروا لي أسناني كلهم تقريبا، بعد ما طلعت بيت حوالي 3 4 أشهر علاج بأسناني. مخابرات جوية باللاذقية كان ضربهم كتير همجي، لأنه كان بمعدات ما لازم تكون هي للضرب، يعني إذا كانت عصاي فهي تكون عصاي من نوع تعرفون انت، هذول الكبار كتير تبع معدات الانشاءات. هددني فيها، هو خوفني فيها قبل ما اتعرض لها. ايه كان ضرب بطريقه همجيه وعشوائيه، يعني وين ما يجي الضرب يجي. اما المخابرات الجويه بالمزه فكان في عندهم احترافيه بالتعذيب، عندهم طرق تعذيب بحيث انه يآلم اللي عم يضربه بدون ما يأذي. بالنسبة لحمص واللاذقية ما كان عندهم مشكلة، يعني إن كان أذان كسرت رجله، كسر راسه، صابه نزيف، أي شغلة تصير معه ما عندهم مشكلة. أما بالمزة كان في احترافية شوي بأمور التعذيب، يعني مثلا كان السيليكون هو شيء يؤلم وما بيؤدي إلى أذى يعني أو عاهة مستديمة. كان موضوع الكهرباء، كان موضوع الشبح المخابرات الجوية بمزي، كانوا يتفننوا تفنن، مثلا يشبحوا الواحد على ارتفاع 20 او 30 سنتي عن الارض ويحطوا تحته سخانة الكهرباء، ايه ويحطوها تحت اجري. كنت مسافر من اللاذقية الى حلب. الاكثر على الاطلاق كانت بالمخابرات الجوية بالمزي. تم المخابرات الجوية بالمزي تم شبحي لمدة اكثر من 10 دقائق وانا مرتفع عن الأرض، وكان تحت إجري في سخانة كهرباء وقريبة كتير، وصار الجلد يدوب، صار يدوب الجلد تحت إجري. وكانت الدنيا شهر 2 أو 3، يعني كان الدنيا برد كتير وأنا معرّة تماما ومشبوه بهالشكل. كان الأكثر ألما على الإطلاق، ممكن هي تكون 10 دقائق ربع ساعة، أنا مرت علي هاي الفترة بأكثر من 2 أو 3 ساعات. نحن تلقائيا هي تعليمات صيدنايا انه لازم نقعد جاسيا وايدينا عيوننا بهالشكل هاد ووشنا لجوا حتى نضب باتجاه المغاسل باول المهجع. المهجع صاير بشكل مستطيل، الباب من هون، المغاسل بالصدر، نحن نتجمع عند المغاسل بالصدر ووضعية الجلوس جاسيا والايدين على الاعين.